دردور واستبعاده كان قرار يدأ الكل بهذا الانضباط والاحترام وتتواجد المنتخب منكم أو من الاتحاد، كيف اتفقتم على هذا القرار؟ طبعا هو كان عادي جدا أن يغادر يعني حمزة الدردور باعتبار أنه يمكن ما بقاش عنده الكنترول ولا ضبط النفس ولا تحكم يعني في الأعصاب دياله، وأظن أنه مصلحة الفريق كله مصلحته هو بالخصوص أولا، لكن تبقى دائما حمزة الدردور يعني من اللاعبين يعني المميزين المحترمين. طبعا حنا يا هذا شيء عادي يعني وتوقع في جميع الأسر، حتى في الأسر يعني العائلية كيوقع، وما دام يعني في فريق ديال كرة القدم يعني الحمد لله الأمور يعني كانت بسيطة جدا، وحنا إن شاء الله كنتمناو الخير للكل، لا للمجموعة حفظا على المجموعة ولا حفظا على اللاعب.